السؤال ديالنا اليوم رئيس الحكومة فريق الأصالة والمعاصرة حول المقاولة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، لأنه من بعد الخطاب ديال جلالة الملك واللي الخطاب الأخير ديال جلالة الملك اللي كان اهتمام كبير به وكان توجيه من طرف جلالة الملك، يعني الحكومة والبرلمان والبنك المغرب والأبناك بشكل عام باش يهتموا يعني بهاد المقاولة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وبالشباب بشكل عام باش يكون فرص الشغل، من خلال الأسئلة اللي طرحت للسيد رئيس الحكومة، من خلال الأجوبة ديال رئيس الحكومة، من خلال يعني الكلام ديال رئيس الحكومة اللي تتكلم على أنه عدد كبير جدا من المقاولات الصغرى والمتوسطة اللي توقع الإفلاس ديالها سنويا واعتبرها عادية قارنها مجموعة ديال الدول وقال بأن هذه ما يمكنش تأثر لنا لأن مجموعة ديال المقاولات تيوقع الإفلاس ديالها وهذا شيء عادي. في الحقيقة سنستغربوا لهذا الجواب ديال السيد رئيس الحكومة لأنه ما طرحش على نفسه السؤال ويتساءل علاش هاد المقاولات وصلوا للإفلاس، علاش مسؤول السيد رئيس الحكومة بأنه ربما المواكبة ديال الأبناك لهاد المقاولات هي اللي جعلتهم عدم المواكبة هي اللي جعلتهم يفلسوا، كذلك عدم تأثيرهم من طرف الأبناك ومن طرف الحكومة هما اللي جعلوهم يوصلوا لهذا المستوى اللي وصلوا له. الآن هذا العدد ديال 800,000 مقاولة سنويا يعني يعني توصل الإفلاس، هذا رقم خطير، رقم ماشي سهل. السيد رئيس الحكومة يقول بأن هناك مقاولات أخرى يعني تنبعت من جديد، ولكنما إلا جينا ودرنا تقييم حقيقي للمقاولات اللي فلسوا والخسائر المادية والمشاكل الكبرى والمتابعات القضائية اللي كاينة عند هذه المقاولات راها تتشكل خطر كبير وفي الحقيقة خص يعني الانتباه لها من طرف الحكومة. الآن ما تبينليش وما تبينليناش فريق الأسرة والمعاصرة بأن كاينة الجدية ديال الحكومة يعني في المعالجة ديال القضايا الكبرى ديال الشباب، لأنه الآن كاين صوت ديال الشباب في الشارع، كاين صوت ديال الشباب في المواقع الاجتماعية، كاين اقتراحات ديال الشباب يعني في الشارع. كانت استراتيجية دارت في 2012 من طرف الحكومة السابقة واللي البنك الدولي تكلف بالتمويل ديال الاستراتيجية ديال 2015-2020 واللي كان تصور متكامل وللأسف الشديد تقبر، وهذاك المبالغ باش درت ذاك الاستراتيجية راها مبالغ باهظة لأن البنك الدولي هو اللي تكلف بالتمويل ديالها. والآن يعني تنسمعوا بأن عاود كذلك كاين وزير الشباب والرياضة اللي باشر استراتيجية جديدة، ولا هذا الأمر هذا غير معقول وغير مفهوم باش نبداو نتلاعبوا بالمشاعر ديال الشباب ونبداو نبيعوا الوهم للشباب ونبداو نتكلموا خطابات اللي في الحقيقه ما تتجاوبش الانتظارات ديال الشباب، هذا امر يعني غير مقبول. والهاجس ديال رئيس الحكومه يعني في فرض الضرائب او الضرائب بشكل عام يعني والاهتمام ديال الحكومه الحاليه بهذا الشق، لان الحكومه يعني وصلت كما تيقول المثل المغربي للباب مسدود، لان بالديون اللي تم الاقتراض ديالها والخطوط الحمراء اللي وصلنا لها قد تتفكر الا في فرض ضرائب اضافيه. وبدا الاهتمام ديال الحكومه كيفاش غادي يعالجوا هاد العجز والمشاكل اللي تتخبطوا فيها، لان ما بقاش عندهم الحلول وما ابتكروش وما اجتهدوش مع الخبراء ديال البلاد باش يلقاو حلول. يعني الحل السهل هي الضرائب، لان سباق الحكومه الحاليه او الحكومه اللي قبل منها وجا السي بن كيران وقال في واحد الخطاب في البرلمان وفي لقاء في البرلمان عفى الله عما سلف وسمحنا لواحد المجموعه ديال الناس اللي هربوا يعني هربوا يعني الفلوس الاموال، هربوا الاموال ديال البلاد، وهذه الاموال اللي تهربت ماشي ديال المخدرات ولا هذه الاموال ديال التهريب، هذه اموال ديال مجموعه ديال المستثمرين كانت في الأبناك وتم تحويلها خارج أرض الوطن، وجا السي بن كيران وقال عفى الله عما سلف طبعا وسمحوا لذاك الناس باش يدخلوا ذاك المبالغ بشرط أنهم يخلصوا 5%
والدوله ما تدخلش معاهم في يعني البحث ومجموعه التدقيقات مجموعه ديال الاشياء. قلنا ما كاين مشكل، جينا من بعد تنطرحوا السؤال للسيد رئيس الحكومه السابق، هاد المبالغ اللي سمحتوا المبالغ اللي كانت مهربه وسمحتوا لاصحاب هاد المبالغ باش تدخل المغرب، شحال العدد اللي دخل؟ ولكن حصر المبالغ تبين بان مبالغ مهمه دخلت نقديه وعينيه، ولكن عاود من بعد ذاك المده وقعت واحد المجموعه ديال النقاشات، مجموعه ديال المشاكل، هذوك الناس عاود من جديد قاموا بتهريب هذاك الاموال من جديد. الان جينا عاود في النسخه الثانيه ديال هذه الحكومه وجينا في هذا القانون المالي تنسمعوا عفا الله عما سلف مره اخرى. طبعا هذا هو اللي خطير، لان الاخرين الحكومه السابقه اسست وهادو يعني داروا الارضيه وهادو تي اجرؤوا هاد العمليه ديال عفا الله عما سلف. وحنا في هذا الباب فريق الاصاله والمعاصره تنقولوا بانه ما يمكنش نتسامحوا نهائيا، وما يمكنش يوقع تساهلات مع بعض التلاعبات اللي وقعات خاصه في التهريب ديال الاموال او بعض الامور اللي دارت مخالفه للضوابط والقوانين. الان خاص تعامل صارم واضح ويكون معقول على الجميع. هاد الطريقة الانتقائية اللي تتعامل بها الحكومة الحالية يعني تسيء يعني العمل الجاد، تتسيء كذلك للمستقبل ديال البلاد، وتتخلق واحد المجموعة ديال النقاشات والتساؤلات علاش وقع هنا وعلاش درا هادشي وشنو هو المقابل وما الفائدة، يعني مجموعة ديال التساؤلات تطرح اللي ماشي في صالحنا.